يعني احنا لعبنا قدام بعض، لكن الفكره العامه عن الكره العربيه او الكره الافريقيه وخاصه في مصر انت شفتها ازاي اول ما جيت؟ يعني ممكن اؤكد ان كره القدم المصريه مستواها عالي، عندنا لعيبه موهوبين بشكل كبير وبدنيا على مستوى عالي. يمكن النقطة السلبية بس في كرة القدم المصرية ان هو التحرك من غير كورة، اعتقد المفروض نشتغل مع لعيبة زي يتحركوا من غير كورة، من غير الكورة. يعني ممكن اتخيل ممكن لعيب واحد اي لعيب في الفريق ممكن يبقى الكورة معاه خمس دقائق بس في ال 90 دقيقة زمن المباراة، و85 دقيقة المفروض يتحرك علشان يساعد زمايله ان هم يكسبوا، ودي كرة القدم الحديثة. تمام. برضو كان حديثنا بره الهواء ان يعني اللعيبه المصريه زي ما بيقول لعيبه على مستوى عالي على المستوى التكتيكي، يمكن ناقصها بعض الحاجات، ويمكن ديت بينقصها عمليه التحضير من الناشئين، ممكن ما يتعلمش ده في الناشئين. واتكلمنا انا هو ان اللعيب المصري فعلا لو دخل، وعندنا امثال صلاح وتريزيجيه وحجازي، كل دوت لو خدوا الحاجات اللي ناقصاهم فعلا هيمثلوا ناديهم وبلدهم على مستوى عالمي كبير جدا. الكرة الأفريقية، نيجي للكرة الأفريقية، إزاي شايف البطولة الأفريقية الحالية وحظوظ النادي الأهلي؟ طبعا احنا عارفين هنلعب في الدور قبل النهائي، حظوظ النادي الأهلي إيه؟ وشايف المباراة اللي جاية الشكل العام هيكون فيها إزاي؟ المباراة هتكون صعبة جدا طبعا، لأن احنا بنتكلم دلوقتي التي افضل اربع فرق في افريقيا تاهلوا للدور قبل النهائي. طبيعي الاربع فرق طبعا عندهم مستوى فني عالي، وطبعا كلهم عندهم الاراده والرغبه ان هم يحققوا اللقب، كلهم عايزين يحققوا اللقب، كلهم بيحاولوا يبذلوا خساره جهودهم عشان يحققوا اللقب. وطبعا لازم يكون في حسن الحظ مع اللعب والاداء الجيد، بس اعتقد ان احنا عندنا فرصه كبيره ان احنا نحقق اللقب. بس برضو بقول مره تانية بالاضافه الى الاداء الجيد محتاجين نكون معانا حظ كويس. اعتقد مستر فايلر ان فرصه كمان عوده الدوري اعتقد دي بتدي كمان اريحيه شويه للنادي الاهلي انه بيستعد بشكل جيد كمان للبطوله الافريقيه، يعني بطوله الدوري بعد توقف اكتر من 90 يوم. ازاي انت اشتغلت في الفتره الصعبه ديت، وازاي جهزت الفرقه او بتجهز الفرقه اولا استعدادا للدوري؟ وانا في رايي وطبعا الراي ليك وكمان الهدف، يعني ان شاء الله الدوري محسوم للنادي الاهلي بنسبه كبيره، لكن البطوله الافريقيه ازاي حضرت او ازاي بتحضر الفتره الصعبه ديت الاولاد ان هم يخشوا فعلا مسابقه الدوري على استعداد جيد جدا واستعدادا للبطوله الافريقيه؟ في الاول انا شخصيا بتمنى كنت اتمنى ان احنا نبدا الدوري بدري عن كده، لان في اوروبا بداوا بعد 3-4 اسابيع اعداد فقط وبيلعبوا كل 3 ايام مباراه. اعتقد المفروض نعمل ده في مصر برضو، للاسف احنا بدانا متاخر شويه او هنبدا متاخر، لكن طبعا نقدر نقول ان احنا عدينا الموسم كويس، عدينا استهداف الموسم كويس بطريقه جيده. واعتقد ان احنا اول ما هنبدا الدوري واول ما هنخش في خضم المباريات اعتقد هنرجع تاني بادائنا الاولاني، وهنقدر نحسم الماتشات الحاسمه بالنسبه لنا الفتره الجايه وممكن نحقق اللقب. على مستوى التدريبات طبعا ما فيش مشكله، لكن انا اعتقد كمان اللعيب بيكون يستعد بشكل افضل وممكن يخش الفورم اسرع لما بيكون في بعض المباريات الوديه. مستر فايلر تقريبا حاطط ماتشين او ثلاثه بس للاستعداد للدوري او لبدايه استعداد للدوري او بدايه الدوري، ماتشين بس وديين، او في فرصه انه ممكن يزود كمان عدد من الماتشات؟ هو ماتشين ولعبنا ماتش كمان ما بيننا بين الفريق، فاعتبر 3 مباريات، 3 مباريات اعداد، 3 مباريات وديات. لكن طبعا مش دايما في مباريات، اعتقد هو بعد 3-4 شهور فتره توقف اعتقد الاهم ان احنا نعد الاعداد كتدريب افضل من المباريات التأهيلية. واعتقد انا شايف خطتي ماشيه كويس، خطه الاعداد ماشيه كويس، وانا بعد الفرقه بطريقه كويسه، وانا شايف اللعيبه دخلت في جو التمرين بشكل كبير ومركزين، واعتقد ان هيكونوا جاهزين في حل استئناف الدوري. طيب نخش لجزئيه اتكلمت عن اللعيبه، يعني احنا